قيد وباء كورونا جزءاً من حرية الناس في الخروج إلى الشارع، لكنه لم يتمكن من سرقة الأمل من قلوبهم، حيث برزت بوادر إيجابية بين ثنايا اليأس لمد يد العون للشرائح الأكثر تضرراً من انتشار الوباء. ما هي الإضافة التي قدمتها مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي لجهود السلطات في مواجهة وباء كورونا؟ تأسست مجموعة وفاء للدعم الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الداخلية. مجموعتنا تضم مدرسين وأئمة وموظفين في القطاع العام من مختلف المؤسسات، بالإضافة إلى متطوعين من منظمات المجتمع المدني. بعد انتشار الوباء في تركيا، بدأنا في عملنا بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة. رفعنا عدد الموظفين في قسم استقبال الاتصالات من 12 إلى 40 موظفا. في الأحوال العادية كنا نتلقى بين 500 و600 اتصال لطلب المساعدة، ومع جائحة كورونا راوح عدد الاتصالات اليومية بين 2000 و 3000 اتصال. مساعداتنا شملت من تفوق أعمارهم 65 عاماً الذين فرض عليهم الحجر المنزلي، ومن عزلوا أنفسهم في المنازل بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس، بالإضافة إلى العائلات الفقيرة وكبار السن ممن يعيشون دون أسرة. كان علينا التحرك بسرعة ليشعر المواطنون بأن الدولة التركية تقف إلى جانبهم في هذه الظروف. كنا على استعداد تام وعملنا على توفير احتياجات المتصلين في أسرع وقت ممكن، وذلك بطبيعة الحال تطلب منا العمل 24 ساعة على مدار أسبوع. İyi günler Gazi Osman Paşa Belediyesi Özlem, ben nasıl yardımcı olabilirim? Fatih Bey, kayıt oluşturabilmek için sizlerden TC kimlik numaranızı isteyeceğim. Tarafınıza market ve eczane alışverişiniz için ekiplerimize en hızlı şekilde yönlendirmesi sağlanacaktır. Yardımcı olabileceğimiz farklı bir konu var mıydı? يعني مراد تم احتياج سايتنا. نوفر المستلزمات الغذائية الضرورية بالإضافة إلى تحضير الوجبات وتوزيعها على كل من تعذر عليهم الخروج خلال فترة الحظر. مجموعة وفاء للدعم الاجتماعي جاءت في وقتها وكان تأثيرها كبيرا جدا. كان هناك تأثر كبير عند تقديم الموظفين يد العون لهذه الفئات، خاصة أولئك الذين يعيشون وحدهم. Bir duygusal bağ oluşturuyor kanaatindeyim.